أنا البارحة سنوية ياي 2022 تاعت انت رحت على المرور يريد مني 600,000 دينار ماشي وياي أوراق وفايلي، بس أريد أقول شغلة واحدة، يعطيني سنوية بالراس. أنا الراس حلبة أخثرة بس أدفتم زين، أنت ما تحط لي البراد قيها صار وإن شاء الله مقوحة بالعات يا الله. أنتوا عندكم رواتب كل واحد من عدة تلخمط من هيل ومن هيل، مليونين 3 ملايين واحدكم طخ بالشهر، احنا ما عدنا نطبخ لعوننا وناكلهن، بس اردفتم، انتم ما تشوفون صورة حل العراقيين لو نظل كان نخرب شبهاتنا، بس اقول لكم سالفة واحدة، هاي السنوية مالتي يريدون عليها 600,000 البارحة بالمرور، والله اخوي ما عندي، اخلصت الدشداشة والله ما حد يشتري تبيع اسوي السنوية قيت، الله مال الله بزعنا، تروح على البريشة هذولاك ثبتوا القبال عليك بالحدود، تروح من هنا يا ولد احنا شو نصير، بس اردفته احنا شو راح تصير السياره شنو راح تصفي مطالين وراها يا ولي الله شو تسوي، ما تقول شو تسوي والله، والقران ومحمد والانبياء لو اكو ديره ننهزم عليها وخاص من العراق منهزمين من زمان وطالعين فرد نوب، عمي شوفوا لنا صوره حتى رعاب هذا الحكي الله كلكم عم تروح على الاجازه ها، والقران ب 400,000 بالعراق عندنا بالرمادي والقران ب 400 يطلع لك اياها قايد جهال خصوصي، عمي استحوا عيب عليكم ها، وشوفوا لنا صورة حل والله ترى بزعنا وما عاد تشبودنا من هالشغلة الجايفه هاي، غدي زين انا اروح اطلع الاجازه اطلع مال خصوصي مال الجهات وتضحك علي ب 400,000 ها، شنو راح اسوي انا بالاجازه هاي تعطوني اياها، عمي شوفوا لنا صورة حال شوفوا لنا ترى طقينا ومتنا الله كلكم محمد وانتعل والد والدينا، زين كل ما تروح لك على شغله اجف من الاخرى، اسالكم بالله هاي الاوراق وهاي الفايلات شنو هل عندك طعان مها؟ دحج يا ربعنا دحج صور اللي جاي صور دحج، هاي معاك هاي مال ضريبه هاي مال اسقام هاي مال الطار هاي مال عزه دحج، القران برقابكم محمد برقابكم هاي ترضاها الله وتروح لك على سنوية ما حد يغدرك وينطيك، عمي والله انتعل والد والدين، هاي شغله ترى بس بمحافظه الرمادي عدن تزعلون ترضون، هذا عيب الحكي هذا خاف ما تدرون، تروح لك على شغله 600,000 تروح لك على جازه 500,000 عمي ما يصير والله ما يصير والله ما يصير والله ما يصير زين انها